بدون وجود كادر مؤهل لا يمكن لأي حكومة تحقيق خطة مثل خطة إمارة أبوظبي، فالاستثمار في تأهيل الكوادر هذه أمر ضروري، أمر مهم، لأنهم هم على أرض الواقع يقومون بتنفيذ المشاريع والمبادرات بالنيابة عن حكومة إمارة أبوظبي. أهم مقومات الموظف المتميز أن يكون له رؤية واضحة وهدف يسعى لتحقيقه، أن يكون مبتكر، مبادر، مبدع، يقدم أفضل ما لديه لخدمة العملاء، وأن يستخدم الموارد المتاحة لديه بفعالية. الجائزة عنت لي الكثير، الحصول على الوسام كان شرف، عطاني طاقة، دافع أقوى لبذل المزيد لرفع اسم وراية دولة الإمارات